يوم جديد في مهرجان صيف البحرين للألعاب. اليوم راح نمر على الألعاب اللي ما مريناها من قبل وراح نلعب ونجرب الألعاب. طبعاً حابة أذكركم في موقع المهرجان في مركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الزلاق. خلكم معنا. طبعاً اللعبة اللي الحين راح ندشها أكثر البنات يحبونها، وطبعاً هاللعبة يعني معروفة باللون الوردي، وايد البنات يحبون ينسلون شعرها، يبدلونها، كل شوي نلبسها شيء، وإحنا من يوم إحنا صغار نلبسها ونلعب فيها مع صديقاتنا. خمنتوا أي لعبة ولا لا؟ لعبة باربي. حالياً دشينا سكشن باربي، خلونا نتعرف مع بعض أكثر عن اللي موجود في هاي السكشن. مرحبا. عليكم السلام. يا هلا فيك، حابين نتعرف عليك أول شيء؟ أنا عشاء بقادة. يا هلا فيك. أول شيء، صيف البحرين متميز بلعبة باربي أو سكشن باربي، شو اللي يميز سكشن باربي عن باقي الألعاب؟ طبعاً باربي غنية عن التعريف، أوكي؟ طلعت ترند بعد في 2023، صحيح. أوكي؟ وصار عليها اقبال وايد، صار كل من يلبس بينك، انا لابسه بينك، انت لابسه بينك، طبعا اليهال تعرفين علاقتهم مع باربي ترجع من زمان، يعني التسعينيات، يعني صح وايد قديمه. اوكي، اقبال الحين اليهال كل من يقول لنا الحين عندنا ترامي تيبل اللي هم يلعبون مع الباربيز، عندنا تجارب الاكسبيرمنت، اوكي، عندنا الحرف اليدويه يعني يسوون فستان يقصونه يا يلصقون عندنا في السكشن يا ياخذون معاهم. في عندنا المطبخ بعد نسوي كب كيكس نزينها لهم في كوتن كاندي وفي بوب كورنز. ما شاء الله يعني وايد متنوع. أيه. والاشياء صراحه مسليه، انا صار خاطري اجرب. عندنا بعد كاريوكي مني. اوه بعد. أيه. كاريوكي، قسم الكاريوكي. أيه. وايد صراحه انا حبيت السكشن لانه متنوع. حتى احنا ترى عجبنا السكشن. أيه. قبل ايون اليهال نلعب بسرعه. أيه. يعني الاقبال كثير من قبل اليهال. أيه. يعني اكثر تحسينه اكثر سكشن ترى حتى. أيه. الكبار يوني يبون يدشون. أيه. معانا. انا صراحه الحين حمستيني، وانا خذيت طلة بعد من داخل وقاعده اشوفهم يسوون كب كيك ويلبسون الباربي، ف اتمنى يعني اروح العب بعد انا. يعطيك الف عافيه. خلونا الحين ندش ونكتشف باربي مع بعض. عايشة؟ ايه. شو هالمكياج الحلو؟ هاي هني سويتيه في باربي؟ ايه. وايد انت حلوة، ها؟ ايه مش حلوة. يا عمري حبيبتي، لعبتي باربي؟ يا روحي انت، لعبتي باربي؟ قولي لي عن لعبة باربي، شنو أحلى شيء فيها؟ ها؟ الألعاب اللي هني ولا الكب كيك؟ يسوون شعرها شلون؟ يسوون شعرها؟ والتصميمات اللي فيها يعني. بعد؟ الأثاث. تصممين ثياب وأثاث. وبعد شنو سويتي؟ سويت كب كيك. الله حلو طعمه؟ أكيد. وتقصين عليه؟ أنا وأختي كنا نطالعك. صدق؟ حبيبتي يا عمري أنتي. حتى طالعنا الحنة. حبيبتي. يا من الحنة مالك. الله تابعوني يعني ها؟ كفت. أيوه. طالعنا يوم سويتي التجهيزات مال صديقتك. الله. حبيبتي يا عمري أنتي. وهني شو اسمك؟ خلود. خلود، خلود قولي لي، انا شفتك مندمجه ويا لعبه باربي، ها؟ اي انا. شنو احلى شيء تحبينه في باربي؟ روينا يلا شو تسوي؟ انه اقدر ابدل ثيابها ويكون معاها العابها وباصها، فاكون العب معاها مع اصدقائي.
وحلو وايد اللعبة. عندك باربي في البيت؟ اي عندي بيت باربي. زين كم لعبة باربي عندك؟ خمسة. اوه خمسة؟ شو مسميتهم؟ واحدة لويسي والثانية لارا. ايه؟ والثالثة عيالك ذلين نسيتيهم؟ اي اسمها ثالثة اسمها روزا. روزا اوكي الله حلو. وعلى اسم بنت خالتي مريم. مريم شكلك تحبينها ها؟ اي واخر واحد يكون سباي اسمه جاسم. الله يعني تحبين باربي وايد انتي. وهني الحلوة؟ انا اسمي هيا. هيا يلا قولي لي يا هيا ايش قاعدة تسوين وشنو سويتي في لعبة باربي؟ قاعدة أسوي شعرها وألبسها وقاعدة أسوي لها أشياء. ألعب مع بنت خالي ونصير أصدقاء بعدين نسوي وايد أشياء فيها ونحطها هني في الباص. أي في الباص عشان نوديها وايد أمكان. وصلنا الحين قسم التلوين في لعبة باربي. خلينا نشوف الحلوات شنو رسموا وشنو لونوا من رسمات حلوة. السلام عليكم يا حلوة. وعليكم السلام. عليكم السلام. شلونك؟ زينة. يلا رويني وين رسمتك؟ وين راحت رسمتك؟ أكاية. الله هاي فستانك اللي انت سويتيه. انت تلونين وهي تساعدك تقص عنك؟ ايه. تقصين شوي شوي صح؟ ايه. ايه تحسبين حق يدك ها؟ شطورة شطورة. أيوة يلا قولي لي شنو لعبتي في اللعبة هذه؟ شنو سويتي اليوم؟ لعبت سويت كيك. إيه؟ سويت اللي كان هناك. إيه وبعد؟ وسويت جامبينج. الله. وبعد هذه اللي نقعد نشوف أحد يمشي يعني. الله. وبعد؟ وبعد؟ بس. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ زينه. اشوف شنو تلونين فستان. روي الكاميرا رويهم. الله هاي فستان العرس. تروحون في العرس ها؟ اي لون قولي لي الالوان. احمر ازرق وردي. احمر ازرق وردي. انت اختاريتي الالوان ها؟ حلوين الالوان صراحه. انا عجبني الفستان. زين تعطيني اياه البسه بهي قدي ولا لا؟ لا بس حقها بس حقها. وانت ايش تسوين يا حلوة؟ يلا روي الكاميرا فستانك. الله مرحبا يا حلوة. مرحبا. شلونك؟ طيب الحمد لله. انت شو اسمك؟ ياسمين. من وين؟ من السعودية. منورتنا يا ياسمين. الله ينورك. انت وايد جميلة وايد حلوة. ياسمين حبيبتي شنو سويتي اليوم في سكشن باربي؟ لسه قاعده تقصها. قاعده تقص اللي لونتيها؟ ايه. زين قولي لي عن سكشن باربي شنو عجبك فيه؟ عجبت ان شو اسمه ان احب باربي واشوف افلامها وايد. ايه مره احبها. شنو عجبك هني في السكشن في الاقسام هذه؟ شنو الرسم. احلى مكان احلى شيء. احلى شيء إيه؟ شو اسمه رمس الرسم بالوجه. ولكن انا ما ابغى ارسم بالوجه لان ما احب ارسم بوجهي. يعني تحبين تلونين؟ ايوه. مثل ما كلنا نعرف ان باربي عندها بيت واكيد البيت في مطبخ والحين احنا في قسم مطبخ باربي. خلونا نتعرف على الحلوات شنو قاعدين يسوون في مطبخ باربي. مرحبا يا حلوة. مرحبا. شلونك؟ طيب الحمد لله. انت من وين؟ من الدمام. يا هلا منورتنا في البحرين. شلون شفتي صيف البحرين حلو؟ ايه. اشوفك بالتحديد في قسم باربي. شكلك تحبين الكيك ها؟ انا احب باربي حتى. بعد باربي شنو لعبتي في باربي اليوم؟ ما رسمت لكن الحين بسوي بانكيك. رسمتي؟ لا. ها شنو سويتي؟ دخلت بيت باربي والحين جيت. دايرة جيت هني يعني سيدة عند المطبخ والكيك. ايه. يلا ابي اشوف كيكتك. ابي اشوفها كيكة مميزة. يلا اشتغلي. وهني الجميلة نتعرف عليك.
اسمي المها من البحرين. يا هلا يا المها، حدثيني قولي لي عن لعبة باربي. لعبة باربي لعبة وايد حلوة وأنا أحبها وعندي منها في البيت، بس أنا أستانس بها. يعني شنو لعبت هني في قسم باربي؟ سويت الكيكة ولعبت في لعبة الباربي. وشنو أحلى أحلى قسم حسيتي هني في قسم باربي؟ الكيك ولا التلوين ولا شنو بالضبط حبيتي؟ الكيك. الكيك، يلا أنا بشوف كيكتك وانتي تلونينها وتزينينها. مرحبا يا جميلة. أهلا. شو اسمك؟ جوري. جوري، تحبين باربي؟ إيه. شنو لعبتي في لعبة باربي؟ لعبت بيت الباربي وسويت كيك. لعبتي في بيت الباربي؟ شنو سويتي؟ وسويت كيك. شلونك؟ طيبة. شو اسمك؟ لدن. شنو؟ لدن. شنو؟ لدن. لدن؟ اسمك لدن؟ شنو معنات اسمك؟ مو معنى، ما له معنى. ما له معنى اسمك؟ اسمك غريب، تدرين؟ إيه؟ أول مرة أسمعه، وايد حلو اسمك. من سمات؟ إيش اسمك؟ لدن، صح؟ أنتي. أنا اسمي مريم. اسمك حلو. شكراً، أنتي بعد أحلى. لعبتي باربي؟ شنو لعبتي بباربي؟ أول شيء رسمت هذا. أشوف؟ وريني. الله، فراشة. بعد؟ بعد رنيت. رنيتي؟ شنو يعني رنيتي؟ رنيت يعني عزفتي موسيقى. وبعد؟ لعبت. اوكي، شو لعبتي؟ لعبت ذي الالعاب هنا. لونتي ولبستيها ملابس ومشطتي شعرها. ايه. عندك باربي في البيت؟ ايه. انا بعد عندي، لازم نلعب ويا بعض. انت كبيره. انا كبيره بس بعد احب باربي. ومثل ما تشوفون وصلنا لقسم الاولاد. طبعا الولد لما بينجح شو يقول حق ابوه؟ ابي لعبه جيمنج. وطبعا وصلنا لقسم الالعاب الالكترونيه، تعالوا نكتشف شنو الالعاب الالكترونيه اللي موجوده في هالقسم. خلونا نتعرف مع احمد عن هالقسم وشنو فيه من العاب الكترونيه وغيرها. مرحبا يا احمد، يعطيك العافيه. ابيك تخبرني عن المنصات الموجوده في هاي القسم والكورنرات بالتحديد، عن شنو؟ ان شاء الله. عندنا اول لعبه ضربه هالك. اوكي. ثاني لعبه عندنا فيديو جيم، وعندنا التلوين، وعندنا سبوره نريد ترسمين فيها. وعندكم التلوين والدمى سبايدر مان، صح؟ ايه، تلونون فيها وتشوفون سبايدر مان وتغلدونه. وانا شفت بعد سيايير صغار. ايه، سيايير، وعندنا ماسكات حق الواي، حق اليهال الشاطرين واللي يستانسون فيهم نعطيهم. حلو، يعني تعطونهم هدايا. ايه، لازم هدايا يستانسون حق تذكار يردوا البيت يتذكرون الشيء يعني. صراحة أنا حبيت بارت الهدايا هذه. لازم يستاهلون عيالنا. لازم نسهم. لازم تاخذني جولة في المكان. حياك الله. يلا. مثل ما انتم شايفين هذه اليد الالكترونيه، تفضلها اعطني المايك، انت العب لنا، انا ما اعرف العب صراحه. وقول لي شنو قاعد تلعب بالضبط؟ قاعد العب ان انا اختار شخصيه، اقوى شخصيه، والعب ضد كمبيوتر، واذا فزت يعطوني جائزه، واذا ما فزت خلاص. كم مره فزت؟ فزت مرتين. مرتين وليه مستمر تلعب؟ شكلك وايد تحب هاللعبه، ها؟ ايه. هلا والله، شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ احمد. احمد، شلون شفت صيف البحرين؟ والله حلوه. حلو؟ عجبتني. شنو لعبت؟ لعبت مسدسات، ولعبت هناك عند السيارات. وهني لعبت؟ هني بعد بلعب. شنو لعبت هني؟ هني نلعب، تختار شخصيه تلعب فيها. حلوه اللعبه؟ حلوه والله. وصلنا لكورنر هالك في هاي القسم اللي احنا فيه. طبعا مسويين مجسم مثل ما تشوفون على شخصية هالك، وحاطين الماسك وحاطين اليدات عشان شنو؟ ضربة هالك. اسمها شو اسمها؟ ضربة هالك. ضربة هالك، يلا تراويني اياها. يلا ورني اياها. شلون؟ اطقها. لا مو طقني انا، راوني شلون بتسويها.
طقني يا لا 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 يلا شلون ها مثل مثلها مثلها اسمها شنو سماش اسمها سماش سماش اوكي يلا يلا مره ثانيه عيدها اوف شكلك قوي فيها شكلك متابع شنو لعبت هني لعبت كله بلايستيشن ما بتراويني وجهك ها يلا روني وجهك اهلا اهلا ما توقعتك يعني كذي لطيف يعني هذه كان مغطيك انا قلت هذه واحد يخرع ها ورا هالقناع انا اصلا خارج من جوا لا وين شحلاتك لا خارج لا 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 انت لطيف وحبوب قل لي شنو لعبت هني كله بلاي ستيشن كله بلاي ستيشن العاب الكترونيه يعني زين اكثر لعبه اكثر لعبه بلاي ستيشن والله بعد يعني دائما العاب الكترونيه ما تغير ما تتملل يا شلون؟ إذا بغير ألعب أسلحة أسلحة يعني اللي هني المسدسات جيراننا يلا استمتعنا معاك يا خالد شكرا يا خالد عفوا طبعا مو بس ألعاب إلكترونية وضربة هالك القاضية لا ترى عندنا هني بعد قسم للتلوين والرسم طبعا الرسم موجود في كل مكان وبراءة الأطفال موجودة بس براءتهم تحتاج قوة وشخصياتهم قوية في التلوين خلونا نتعرف على الأولاد الحلوين والبنات اللي يحبون القوة وشنو قاعدين يلونون شلونك زينة زينة انت شنو اسمك منى منى انت وايد حلوة يا منى تدرين شنو قاعدة تسوين سوبرمان سوبرمان اسمه ولا سبايدر مان سبايدر واه انت شطوره يلا اعطيني كف كفت كفت ايوه يا شطوره منى شكرا يا حلوه عفوا جاسم يلا قول لي شنو قاعد تسوي هني الون شو تلون شو اسم الشخصيه سبايدر مان سبايدر مان شنو لعبت في هاي القسم رحت تايوان وسجلت حبيت صيف البحرين هالسنه حلو شنو اكثر شيء عجبك هني التلوين اشوف لونت عاد ولا لا توك بودي ها تطالع شنو لابس وتسوي مثله نفس الثياب ازرق واحمر ها يلا ابي اشوف تلوين مرتب حلو لا تطلع برا ها محطوط خط ها شاطر السلام عليكم وعليكم السلام شلونك يا حلوة؟ زينة يلا قولي ليش قاعد تسوين؟ الأول سبايدر مان ها؟ ايه تحبينه؟ ايه والله زين بعد تحبين باربي ولا سبايدر مان؟ باربي باربي أكثر إيه؟ لو أنتي في قسم باربي عيل؟ ايه ولو أنتي هني في سبايدر مان؟ ايه ما شاء الله عليك أشوفك غطيتي كل الألعاب ها؟ ايه وشنو أكثر شيء عجبك؟ باربي باربي طبعا إيه؟ أكيد لابسة وردي ايه ها معروفة باربي يلا ابي اشوف تلوين مرتب أوكي. يلا يا حلوه ومثل ما تعودنا على مسرح صيف البحرين في عروض تقديميه ومنها عرض شارع العلوم خلوني اتعرف معاكم على الاطفال اللي تابعوا عرض شارع العلوم معاي البطل محمد جابر شنو تعلمت اليوم من شارع العلوم تعلمت العلوم وتعلمت شلون اسوي صاروخ شلون اسوي صاروخ اول شيء تحط قرشه ايه عقب تحط فيها سائل ما شنو هو ايه عقب تسكها وتخبها وتفلتها ويطير اوف وصدق عادي يطير ايه سووا لكم ايه؟ شافيت يعني وطار ايه؟ والله وناسه ما قالوا لك شنو اسوي اسم الليكويد ذي عشان ما تجرب يمكن في البيت ها؟ يلا يا بطل شكرا لانك انت مركز انا اراقبك ترى يلا كيفك؟ تطلع الاول من المدرسة لانك تركز صح؟ صح؟ مرحبا يا حلوة مرحبا شو اسمك؟ رؤى رؤى قالوا لي ان رؤى شاطرة وقالوا لي انها تابعت شارع العلوم
صح ولا مو صح؟ مو كله يعني. مو كله، اوكي يلا اللي لحقتي عليه من الجزء اللي شفتي، يلا قولي لي. علميني انا ما شفت. جابوا مويه. اوكي. كان في بخار طالع. اوكي. صبوا عليه مويه كثرت وانفجرت. اوف. وبعد؟ والله هذا اللي شفته. هاي اللي شفتيه؟ يعني شدك الموضوع؟ صراحة أنا شدني، معني ما شفت، شرحك هو اللي شدني. وبعد ركزتي يعني في الدرس مالهم. أهلا بالبطل. هلا. هلا والله. أنا قالوا لي إنك شاطر. صدق؟ أكيد شاطر. أكيد. إيه. يعني طالع الأول في المدرسة ولا من المتفوقين؟ لا من المتفوقين يعني أكيد من الأول. أحسك يعني كذي تقص علي شوي. ليش؟ ما أدري حسيت. لا. أختبرك أعطيك اختبار بسيط. بجدول الضرب. بجدول الضرب؟ لا بعطيك بشارع العلوم. قالوا لي انك حضرت حصة شارع لا العلوم. لا والله ما حضرت. والله ما حضرت؟ ايه. لازم تحضرها؟ ما شفت كويس، بس كذا طالعت رحت العب شوية. بقول لك انزين شيء، دامك ما شفت. هني عندنا في جدول. ايه. اوكي؟ الجدول في اوقات للعروض التقديمية اللي على المسرح. ايه. وموجود كل عرض ووقته ومتى. ايه. عشان مرة ثانية لين تشوف الجدول وتحضر شارع العلوم. ها؟ تمام. انزين يلا، 7 في 7 كم؟ 7 ضرب 7؟ ايه. ها؟ ها؟ يا اخي انا انت طيب استنى استنى والله انت خدعتني انت. لا والله حيربطك كم؟ 7 ضرب 7؟ ايه. والله شفت. حافظ يقول حافظ يقول حافظ. والله يلا اعطيني واحد ثاني والله 7 ضرب 7 والله جزيلي مرة. 6 ضرب 6. 6 ضرب 6 36. اه صح؟ صح؟ صفقوا له اعطوه صفقة صفقة. ايوه ايوه ايوه. يلا شكرا يا بطل. مرحبا. هلا والله. عليكم السلام، شلونك؟ زينة. شو اخبارك؟ الحمد لله. اشوف الرسمة. ها وايد حلوة صراحة، راويها الكاميرا بعد. أنا قالوا لي اليوم أنت وأختك حضرتوا شارع العلوم. شلون شفتي شارع العلوم؟ كان شو اسمه وايد حلو أول شيء. كان شو اسمه كان في سحلية كان يبي عطشان كان في يعني كان يبي ماي فما قدرنا نعطيه يعني ماي. أوكي. فقررنا نعطيه غيوم. اوه ايه زين. سوت لنا غيوم واحده مرات صغيره يعني بدوائر. اوكي. مرات كبيره. وشلون سووا الغيوم؟ بس يعني سووها قدامكم يعني طبقوها. كان حلو الموضوع. حلو والله مسلي. يلا نسال اختك. يلا شلونك؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. شفتي شارع العلوم؟ ايه. شنو اكثر شيء عجبك في شارع العلوم؟ أنا أتعلم بأشياء العلوم كيف أسوي ألوان جديدة وأساعد الناس إذا ما قدرت أسوي. أنت شاطرة، أنت أكثر واحدة مركزة. ها شكلك الأولى على الصف. أيوة صح. أنت من وين؟ من قطر. من قطر. منورينا نورتينا. كل سنة تعالي صيف البحرين. زين ما قلتي لي شنو اسمك؟ شيخة. شيخة حبيبتي شيخة. تنورينا إن شاء الله كل سنة. زين شكرا. عفوا. وصلنا لنهاية يومنا معاكم، شفنا البنوتات الحلوات والألوان العجيبة في قسم باربي والأزياء الحلوة، ورحنا معاكم قسم الأولاد، وغير كذي شفنا شارع العلوم. وأتمنى إنكم استمتعتوا معنا في هذه الحلقة. نشوفكم الحلقة الجاية.